التنفيذ الآن قادم. أوكريشفيلي يلعب الكرة بجهة المرمى، رائعة 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 للمنتخب الجورجي، سجلها اللاعب الشاب أوكريشفيلي في زاوية جميلة. 1-0، وإن كان الأخضر كان يعني أفضل في الشوط الأول، لكن نجحوا بالكرة الثابتة منتخب جورجيا في التسجيل. طريقة تنفيذ جيدة، وسجل اللاعب أوكريشفيلي لاعب نادي أوديسا الأوكراني هدف في المباراة الأول في زاوية وفي مكان الحارس. زاوية صعبة، زاوية صعبة، زاوية صعبة وكرة صعبة، وشوف حتى رايحة ارتطمت في العارضة، شوف صعبة 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 الكرة، صعبة الكرة. كانت خطورتنا أكثر لكن سجل من كرة ثابتة. عموما لحظة في الدقيقة 70، متأخر بالنتيجة مع جورجيا، لكن الأمور اللي تفرق بالتأكيد هي الرسميات. هذه كرة ملعوبة تمر خطيرة، هدف هدف هدف، فيها شوية قلة خبرة من معتز هوساوي، عدى الكرة ومرت، وبالتالي سجل المنتخب الجورجي الهدف الثاني. هدف ثاني إذن، حاول متابعة أسامة ويسجل اللاعب رقم 14 البديل فيلاشفيلي لاعب نادي غارباغ في الدوري الأذربيجاني، يسجل على فكرة يسجل هدف الدولي الأول هذا اللاعب، هذا أول هدف دولي له هذه المباراة رقم 19، والآن أول مرة يسجل مع المنتخب الجورجي. 28 سنة يعني جلس يلعب له 18 مباراة دولية ما سجل، الآن انفكت معه وسجل أول هدف دولي في زاوية صعبة. توقع معتز هوساوي انها